بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الزبده، الزبده مليه، هي باقا محلبه بارده، كديري لها الماء ضروري باش تغسل. ايوا هي باش يخرج داك اللبن منها، باش ما تخسرش، باش يولي تولي سمن. غادي نحلوها هكا حتى يذوبوا كاع دوك الكويرات ديالها، باش تدخل فيها الملح. فيها الملح مزيان، وديك الساعه غتقيس واحد ساعتين في الملحه، وغنطيبوا ليها واحد شويه ديال الماء الزعتر، ونخليوه حتى يبرد. نحيدوا هذا الماء هذا الاول، ونديروا فيها داك الماء الزعتر، وخليه تبات. تبات هي والزعتر، تبات تبات داك الماء والزعتر، وفي الصباح نهزوها نزيدو عليها الماء بارد مثلج باش توقف، ونديروها في قاعه الدجاج. هذا هو السمن، تيجي الكسكسو والشعريه والحريره. هاد شوف الماء ديالها كي كيولي باش كيتحيد، عاد كديروا لها الماء الزعتر تا يبرد مزيان، عاد خليوه فيها ثاني شي يومين ينهار يبات. ايوا صافي، وكنهزو داكشي تبارك الله، وكندير في قرعه الشاي مزيان، وكيولي فيه ديك الريحه السمنه زوينه بزاف. وكندير في الكسكسو، كاين تيقول لك تيديروا فيه سكينجبير، ما كديري فيه سكين؟ لا 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 لا، هي الماء والملحه تيتغسل، عاد ديري الماء الزعتر. تبارك الله البلدية. دابا مي منين تغسل قلتي هنا شتيكي ولا؟ الحليب واللبن كلو، دات الحليب واللبن، هذاك هو اللي خسر، كيخسر السمن. ملحة، بسم الله الملحة هذيا، هذا لا ما مصفيش، كبي غير من فوق. هذا الزعتر، دابا يبقى غير في الماء الزعتر. لا واحد الساعة ولا ساعة ونص نديرو في الخناق، بس دي على الظل خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا يعطيك الصحة.